احنا المبالغ اللي محكوم بها كنقولوا هذه المبالغ غير كافيه لجبر الضرر حسبنا احنا. هذا لا يعني التقليل من الحكم ابدا، كل يحترم الحكم، هو اسمه هو عنوان الحقيقه. يعني من المحكمه خدات 8 شهور نتاع البحث والتقصي، مشات معاه في جميع المناحي، طلب الشهود جيبهم، دير الخبره جيبهم، دير هذه جيبهم، واجه هذه جيبهم، سمع الضحايا جيبهم، جميع حقوق الدفاع والضمانات اللي ما يمكنش تصورها. هذا الشيء ربما مشى للجهه المتقدمه ما يعطوش هذا الوقت الكافي وقت القضاء، ورغم ذلك عطاو للدفاع تاعو اوقات طويله للمرافعه وما فيها والو، كيقراو محاضر وكيكرروا كلام، قرات تلاوه تسكتوا، وكانهم يريدون التمطيط خصهم يجروا، وكان المرافعه بالميزان الحل بالمحتوى. لما عقبت انا الربع وترت شي حوايج، السيد اليوم تراجع في اخر كلمه، بدا يتكلمنا على الرضائيه وبدا يشكك في تاريخ الفيديو، واش قبل 2016 ولا بعدها، باش ما يطبقش عليه قانون جرف البشر، وقال القانون يسري بها ترجعي. وجا قال لك حقا انتم شفتوا السيد الرئيس الصوره اسماء فلانه هذه، راه قالت له ما تخويش ما تقلبش عليا، وراه قالت هكذا وقلعت ورسمني جلست حباس. يا قلت لنا ما باينش مضبب دابا، وليت تشوف وليت تسمع وشنو قالت شنو كانت لابسه شكون دارت. سبحان الله، ياك غير بعد قلنا هذا الشيء ماشي انا ما مفهومش، دابا ولا مفهوم. المبالغ حكمونا حنا الحلاوي 500، الاخرين 300، كاين 100، هذا جميع الاحكام يومي كتصدر المحكمه، محكمة الناس كتستنف عادي، محقق طعن بالاستئناف وتقول ودي هذا المبلغ ما كافينيش، كيما ما غادي يستافوا يقولوا حنا ما خصنا البراءه، كل واحد كيشوف من الدور ديالو. المحكمه الاستئناف غتبت، هي الجهه المختصه، تا واحد ما عنده الحق يقيم الحكم، هي اللي غتقول هذا الحكم صح ولا غلط، ولا ما عجبكش سير النقد. واي واحد هضر في الحكم تدخل في شؤون القضاء ممنوع، متفقين. وحنا دابا للاسف خصنا نتعلموا نحترموا الاحكام، حنا كان الحكم صالحك مزيان، كان ضدك الظالم. ماشي من ضدك هذا. بعيدا عن التعويض المادي من الناحيه المعنويه، واش كاين رد اعتبار من الناحيه النفسيه؟ كاين رد اعتبار، اول من حيث الادانه والعقوبه، حتى هما كيكون واحد يقول لك هو بعدا مشى للحبس، بعدا رد اعتبار كشتو اسره السيد الزوج اللي كان صديقه والنائب ديالو وكيغدروا وهي حامله وعدد من الامور اللي زعما صعيب يقبلها الانسان. تلقى دوك الناس تاعو نفسيين، واخا التعويض هو راه قالوا ليه هرب كل شيء باش ما يقاوم ينفذوا، هو النهار الاول اللي سقساو البوليس قال لهم لا املك ولا عاقر ولا منقول، كان في المحضر نكر كل شيء دعا الفخر، وقما قالوا لي انا ما ماكدش دار الوكالات وهربوا ودخلوا اسهم باش تروح ما يديش حاجه.